بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل إلينا خير رسول أرسله، والحمد لله الذي أنزل علينا خير كتاب أنزله، والحمد لله الذي جعل أمتنا الأخيرة الأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، وأبدا والله ثم بالله ثم تالله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فتح الله عز وجل بدعوته أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، هدى الله عز وجل به من الضلالة وبصر به من العمى وأعز به من ذلة وكثر به من قلة. عبد نور الله بالقرآن قلبه فشرح له صدره وغفر ذنبه وأعلى ذكره وجعل الذلة والمهانة والصغار على من خالف أمره، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ورضي اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم فرضي عنهم أجمعين. كانوا وربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا، خرجوا من خير البقاع، خرجوا من مكة والمدينة مع فضل مكة والمدينة، خرجوا إلى أصقاع الدنيا فاتحين، يحملون مقال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم: يا ناس، يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا ناس من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فحي هلا بشيخنا، وحي هلا بعالمنا، وحي الله بفضيلة شيخنا الشيخ ياسر، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في وسط آلام محنة تمر بها أمتنا لم نرى مثلها منذ نشأتنا، عاصفة تعصف بالعمل الإسلامي وأبنائه، نرجو الله عز وجل أن يجعلها رحمة، عسى ربكم أن يرحمكم، فإنه عز وجل يجعل آلام الأمة أحيانا سببا لرحمتها، لتقصير أبنائها. يعم بلاء ينزل نغمات الموسيقية في المحمول محرمة، كما ذكر الله عز وجل، وقد يعم على أيدي كفرة، وقد يعم على أيدي ظلمة، كما قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وهؤلاء العباد عند جمهور العلماء من القوم الكافرين مختنصر، وذلك أن الله ذكر تدميرهم لكل ما علوا ومن ضمنه المسرد، وما هذا بشأن المؤمنين. قال: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين
وجعلناكم أكثر نفيرا. فالقلة والكثرة والمال والبنون وكثرة الجند الذين ينفرون إذا استنفروا، كل هذا من جعل الله ومن خلقه ومن توفيقه ومن تقليبه للقلوب ومن آثار قدرته عز وجل على خلقه وأفعالهم. هو عز وجل خالقهم وخالق أفعالهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد المرة الآخرة في العلو والفساد، لأنه قال في الآية الأولى: لتعلن في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو والفساد سبب هلاك الأمم وسبب فساد المجتمعات والدول وسبب ضياع الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العلو الكبر والتعالي على الناس، حب القهر لهم وحب إذلالهم وبطر الحق واحتقار الناس، والفساد مخالفة شرع الله، وأعظمه الفساد بالشرك بعبادة غير الله أو اعتقاد ربوبية غيره أو تمثيل الرب بخلقه أو تمثيل الخلق بربهم أو تعطيل أسمائه وصفاته. فمن جعل مع الله ندا في ربوبيته في خلقه ورزقه وتدبيره وضره ونفعه أو في ملكه أو في أمره ونهيه وتشريعه أو جعل مع الله ندا في إلهيته بأن صرف العبادة لغيره بأن دعا غيره أو استغاث بغيره أو ذبح لغيره أو سجد لغيره أو تحاكم إلى خلاف شرعه أو صحح وصوب ملة غير دينه الذي ارتضاه للعباد. وكذلك من دعا له صاحبة أو ولدا، وكذلك من وصف الخلق بصفات الرب كمن يجعل لهم العلم المحيط والسمع المحيط وتدبير العالم، من يجعل لهم الحياة الأبدية مستقلين بأنفسهم أو تدبير الكون، أو من عطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا. كل هؤلاء من المفسدين في الأرض. أعظم الفساد ثم مخالفة شرعه وتكذيب رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتكذيب آياته وإباء الالتزام بشرعه، كل هذا من أعظم الفساد في الأرض. ثم البدع والعقائد الفاسدة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته أو قضائه وقدره أو وعده ووعيده أو الاعتقاد الباطل في أنبيائه ورسله أو في أصحابهم، خصوصا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من الفساد في الأرض. وأعني بالعقيدة الفاسدة في الصحابة ذمهم والطعن فيهم فضلا عن تكفيرهم، نقول الفساد والعلو سبب لزوال الأمم، كما قال تعالى:
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، ليدمروا ما علوا تدميرا. ولذا قلنا ليس هذا بحال المؤمنين. المؤمنون حين دخلوا بيت المقدس في عهد عمر رضي الله عنه عظموا المسجد وطهروه وكان مزبلة عند الرومان، وبنى عمر رضي الله عنه المسجد الأقصى من جديد منزها مكرما مشرفا ليؤمه الناس. نسأل الله أن يرده إلى المسلمين وأن يحرر فلسطين من رجس اليهود المجرمين. ذكر الله كل ذلك فقال وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم، وهي إرادته في رحمة الموحدين وإن قصرت بهم أعمالهم. رحمة أهل لا إله إلا الله، وإن عملوا خلاف شرعه لكنهم أهل دينه في نهاية الأمر. هذه البلايا والمحن لأهل الإيمان والإسلام سبب لرحمتهم. عسى ربكم أن يرحمكم، ولكن لابد أن نأخذ أسباب الرحمة لتتحول الآلام إلى نعم وتتحول المحن إلى منح، وذلك بأن نعمل واجب وقتنا ونرجو رحمة ربنا. عمل وأمل، عمل ورجاء أحسن من أمل، فإن الرجاء استبشار بجود الله وفضله مع السير في طريق طاعته، ودائما أنوار الرجاء تبدد ظلمات اليأس، واليأس من أعظم الأمور خطرا على السالكين إلى الله والسائرين إلى طاعته سبحانه وتعالى. لكن لابد من إدراك واجب الوقت، فإن أناسا يعملون أعمالا في غير وقتها، وربما حصل بذلك ضرر عظيم، وربما ظنوا أنفسهم محسنين مصلحين، والحقيقة أن الشيطان هو الذي يلعب بعقولهم ليفسد حالهم وحال دعوتهم. وليس ذلك ببعيد، فإن محاسبة النفس تكشف حيل الشيطان، وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول عن قتله لعدو كافر مشرك بالله مؤذن للمسلمين ولم يتعمد قتله، ولكن لم يكن أمر بقتله، سمى فعله هذا من عمل الشيطان. قال عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، نص هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ونحن نعلم كيف كان الظلم الواقع على بني إسرائيل من أول السورة، يبين الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فساد وعلو سبب زوال دولة الفراعنة، سبب هلاك فرعون، العلو على في الأرض، الفساد إنه كان من المفسدين. سبحان الله، معنى متكرر. مرض الكرسي اللي بيقعد عليه يتصور نفسه خلاص، نعوذ بالله من ذلك. والفساد مخالفة الشرع وأخطرها في التوحيد والاتباع.
نقول نعلم قدر الظلم الذي كان واقعا على بني إسرائيل. والرجل الإسرائيلي يضرب يقتتل، والرجل يريد قتله يطلب قتله وبيستغيث. سيدنا موسى عنده عاطفة قوية وهو في أول شبابه وعايزك تستحضره بقوة كأن الصورة حصلة. تخيل كده ان انت بيتعمل لأولادك ملف قبل ما يتولدوا، القوابل تمر يكشفوا على نساء بني إسرائيل اي واحدة حامل يسجلوها ويعرفوا حمل من امتى، وقبيل الولادة يقعدوا يعدوا عليها ويشوفوا، واول ما يوضع بالتواريخ يشوفوا ده ذكر او انثى. ذكر الذباحون بالشفار على الباب. تخيل كده ان انت تولد لك ولد ذكر، حد يخش يروح جاي ذبحه قدامك ذبح ذبح، وفي البلد كلها، واحصاء، ولو بنت يسيبوها تشتغل خدامه. استحيوا نساءهم ليه؟ عشان يخدمهم. يخدموا مين؟ يخدموا الكفرة. ده حاجة مؤلمة جدا. وتخيل انت أمة بلا رجال وبلا شباب، نساءها هيعملوا فيهم ايه؟ ومن الناس شكلهم ايه؟ عباد شهوات، كفرة مجرمين. عايزين تعرفوا حقيقتهم؟ شوفوا سورة يوسف. وقالت امرأة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شهوة النساء عند الفرعنة عاملة ازاي؟ والعياذ بالله. المهم ان سيدنا موسى عليه السلام هذا المنظر حركه، فاستغاثه الذي من شيعته، حركه تاني بقوة. على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، ضربه فقضى عليه. سيدنا موسى عنده قوة وما كانش قصده يقتله بنص الحديث، وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، كان قصده يدفعه بس. قال هذا من عمل الشيطان. الشيطان عايز يوقف الدعوة اللي بدأها سيدنا موسى، فدفعه إلى هذا على سبيل الخطأ وليس على سبيل الشيطان. اللي يناله من الإنسان يناله، اللي يلحق زي بالضبط كده. أنسى فتاه، فتى موسى الحوت، أن يذكره لموسى عشان يأتيه عشان يتعب. قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. ومين اللي نساه؟ قال وما أنسانيه، اللي نسى الفتى، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الصالحين عندهم موضوع الشيطان واخدين بالهم منه، وحتى في النسيان والخطأ فضلا عن العمد ياخدوا بالهم، علشان الشيطان مش ساكت. حتى ولو كان عايز يتعبنا بس، مجرد يجد النصب يجد التعب فضلا ان هو يعطل الدعوة الى الله. انه عدو مضل مبين، وسمى ظلم. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. يبقى عمل يستغفر منه ويتوسل الى الله باسمائه وصفاته في الاستغفار. ومع ذلك موسى صلى الله عليه وسلم يعزم أن لا يكون ظهيرا للمجرمين. ودي لها تفسيرين، احتمالين في التفسير. التفسير الأول لن أكون معينا لأمثال هذا الإسرائيلي مرة ثانية، وسياق القصة أنه كان عونا له على من خالفه، ولكن هذا العمل في هذا الوقت لم يكن مشروعا. على هذا التفسير يبقى الفعل كان إجراما. والتفسير الثاني لن أكون ظهيرا للمجرمين، المجرمين اللي هم الفراعنة. لأن البعض لما بيلاقي
إن هذا ليس وقت المصادمة، بيقلب الناحية الثانية ويكون عونا لأهل الباطل. وكم رأينا في فترة محنة سابقة في النظام قبل السابق الأسبق كما نقول الوقت، كم رأينا من يعين الظلمة بل ويأمر بقتل الدعاء ويحرض عليهم وعلى حبسهم وظلمهم ويشجع على ذلك ويكون ظهيرا للمجرمين. ما يمنعش ان احنا نقول عن الفعل في الصدام في غير وقته انه من عمل الشيطان المضل المبين، وانه ذنب يستغفر منه وخطيئة يتاب إلى الله منها وأنه ضلال. كل ده سيدنا موسى قاله في القرآن وفي السنة، قال فيذكر خطيئته التي أصاب ويذكر ذنبه الذي أصاب. وذنبه الذي أصاب يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وهي نفس كافر، ومع ذلك في غير الوقت. بنقول ما يمنعش ان احنا نوصف الفعل بانه من عمل الشيطان، وان الخناقه كل يوم والمشاده كل يوم مع من لا يقدر عليه غوايه، كما قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله عز وجل فاصبح في المدينه خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين، قال لأنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. يعني إننا نخش في صراع غير محسوب العاقبة غواية وبينة، يشاد كل يوم من لا يقدر عليه، كلام صحيح. الشرع لم يأمرنا بذلك باسم الشجاعة، عشان كده بقول واجب الوقت. الناس بتلخبط في واجب الوقت كتير وبتعمل حاجات خطر كبير، يا إما يبقى ظهير للمجرمين ينصرهم على باطنهم يصدقهم بكذبهم. بس الكلام لابد يكون إيه؟ يكون واضح، ما يكونش فيه غبش ودخل. وفي ناس زي ما قلنا بعضهم ظهير للمجرمين وبعضهم غوي مبين، لا صح كده ولا صح كده. مشادة كل يوم من لا يقدر عليه ويأتي بضرر على الطائفة المسلمة ويأتي بأذية على الدعوة يعطلها، ده اللي حصل. خصوصا النوعية دي الغوي المبين ده ما يعرفش يمسك لسانه. قال فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. اللي حضر الواقعة الأولى كانوا هما ثلاثة، واحد منهم مات، ففضل مين؟ اثنين، سيدنا موسى والإيه؟ والإسرائيلي. فما حدش يعرف الموضوع. الإسرائيلي افتكر إن سيدنا موسى هيقتله هو، لما رأى الغضب الذي رآه بالأمس في وجهه. وسيدنا موسى كانت نيته خير، بس كانت العاطفة هتغلبه مرة تانية. هو أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما. الإسرائيلي ظن أنه يريد قتله هو، فانبرى واعظا لموسى، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لا، وأصبح كمان بيحكي ويفصل على نيته، إن تريد إلا أن تكون جبارا. أنت عايز الجبروت، أنت عايز قهر الناس وإذلالهم، وما تريد أن تكون من المصلحين، ليس لك نية في الإصلاح. هو أنت دخلت جوه نيته؟ هو أنت عارف مقاصده؟ ده عايز ينقذك انت. الفرعوني سمع الكلمة
وسابه، مش عايز اكتر من كده. المعلومة اهم حاجة، وصلت في ساعتها. والراجل الاسرائيلي ما حدش قال له قول الموضوع، ولا حتى حبسه ولا ضربه ألم ولا شد ودنه، ده متبرع بالمعلومة. ربنا قدر لسيدنا موسى من يدافع عنه، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. كان بيجري بيسعى لدليل ان الموضوع كان دقايق. سيدنا موسى خرج من هنا والفرعون جم من هنا، بس كان ربنا انقذ سيدنا موسى. 10 سنين يتهيأ موسى ليتهيأ تهيئة جديدة، ويوهب له حكم وعلم وإحسان ورسالة. فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، خليته يشوف ما هو أشد من الاقتتال. هم مش السحرة مؤمنين، لما أمنوا قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، بقوا من الأمة مش كده؟ لأن الأمة عندنا مش نسب، الأمة عندنا إيه؟ دين. ولذلك السحرة كانوا مصريين تبع فرعون، ولما اسلموا بقوا ايه؟ بقوا تبع سيدنا موسى. وفرعون بيعمل ايه؟ بيهددهم بايه؟ مش باقتتال بس. قال ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون، لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين. ساعه الواحد ما يبص للمنظر ده كده، تخيل كده الصحراء عمالين يجوا، بيقولوا كانوا 80,000 13,000 20,000 30,000 40,000 اخوان مختلفة، بس تخيل 30,000 واحد عمالين يجوا والسيوف تقطع ايد يمين ورجل شمال ويخر الدم بينزف، ويطلعوه على النخلة ويصلبوه ويدقوا المسامير في ايديه ورجليه ويفضلوا يخروا ينزفوا تنزيف دم لغاية ما يموتوا. احنا متخيلين المنظر؟ مفيش فيديو فيسبوك ينشروها، بس تخيلها في القرآن عشان تشوف الامر الفظيع جدا اللي بيحصل. قال ابن عباس كانوا في اول النهار سحرة وفي اخره شهداء بررة، وقالوا كلام عجيب والله العظيم. طلع منين الكلام ده؟ اثر الايمان. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جنين العلم ده؟ ده حاجة عجيبة والله، وكلام تخليك تحبهم لغاية النهاردة بعد ما كانوا سحرة مجرمين، ولكن في عدة ساعات تحولوا. وسيدنا موسى شاف المنظر ده، وبنو إسرائيل شافوه وعملوا ايه؟ كل حاجة لها ايه؟ لها وقتها. ساعات ما تقدرش تدفع المظلوم، الدفع عن المظلوم واجب لو تأكدت انه مظلوم وعندي قدرة على ذلك، لكن في احيان ما بنقدرش. وتمت الجريمة بمقتلة رهيبة لطائفة من خيرة اهل الايمان عند الله، بالخاتمة مش بالعمل طول العمر، بس هم عند الله شهداء بررة. والأمر كمان إيه؟ كأن فرعون ساب الموضوع شوية، وسيدنا موسى عرف واجب الوقت. واجب الوقت هو إيه؟ الدعوة إلى الله. بدأ يغير دين الناس،
اللي فرعون سماه ايه؟ فساد، مش كده؟ قال اني دعوني ذروني اقتل موسى واليد وربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. تغيير الدين وترك عباده فرعون فساد، وترك الالهه فساد عندهم هم عند المجرمين. ولذلك سيدنا موسى بعد ما الصحراء قتلوا استمر في الدعوه، والمجرمين اللي حوالين فرعون مش عاجبهم ان القهر والظلم والاذلال لبني اسرائيل توقف. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى، كلمه اتذر موسى وقومه ده دليل ان هو سابهم مده، وعشان كده حركوه ان هو ايه؟ انه يعمل حاجه ثانيه، انه يرجع ثاني للظلم والعدوان والكفر. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك واتركك وآلهتك. يعني احيان معينه يبقى مطلوب سيبوهم، بس احنا خلينا نشتغل في الايه؟ في طريقنا. ويذرك وآلهتك، وفي القراءه الاخرى عند ابن عباس ويذرك وإلهتك. إلهتك يعني عبادتك، وآلهتك ان فرعون كان له آلهة. وهو في الحقيقة هو ده المشهور عن الفرعنة، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وسايبهم يعبدوا آلهة تانية ونسبت إلى فرعون. مش لازم يكون هو بيعبدها، بس هو بيأمر بعبادتها وبيأذن في عبادتها، فعشان كده هم إيه؟ سموها آلهة فرعون. مش إن هو مش شرط إن هو يكون هو الذي يعبدها، ممكن هو كان بيعبدها أو بيأمر بعبادتها فتسمى آلهة. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. شوفوا بقى واجب الوقت ده، ورد فعل سيدنا موسى مختلف كتير بعد الحكم والنبوة والرسالة بعد الوحي عن رد الفعل قبل ذلك. عشان كده يقول واجب الوقت. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ناخد منها الواجبات: الاستعانة بالله، الصبر، اليقين بوعد الله والاستبشار به عشان ما يحصلش يأس، لأن حصول اليأس بيدفع الإنسان إلى تصرفات خرقاء. حصول اليأس يضيع الإنسان. لذلك كان إيه؟ وبشر المؤمنين، مرحلة مهمة جدا. بس نسير في السنن، لابد من وجود الرجاء والأمل في رحمة الله. إن الأرض لله، شهود ملك الله، يورثها من يشاء من عباده. شهود آثار أفعال الرب في الكون. الله الذي يورث، الله مشيئته نافذة، يورثها من يشاء. شو الإيمان الحقيقي؟ إن أنت كل حاجة تشوفها في الكون تجدها مرتبطة بفعل من أفعال الله. بس سيدنا يوسف بيعلم الأمة كلها إيه؟ إذ أخرجني بفضل ربنا. أيوه، شوف إزاي كلها كده، الآية من أولها لآخرها الرؤية نفسها قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم، مع إن المجيء ده عادي قوي إن هم جم، مش كده؟ وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. يعني والله العظيم هي قضية الأسماء والصفات، حياة المؤمن، حياة قلبه، إنه شايف كل التصرفات في الوجود، شايف الآثار كلها مرتبطة بأسماء الله وصفاته وأفعاله، لطف الله، مشيئة الله، علمه، حكمته، إنه هو العليم الحكيم. الاسمين اللي اتعلمهم من أبوه وهو صغير،
وكذلك هو أبوه علمه كده من أولها وهو طفل. وكذلك يجتبيك، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم، إنه هو العليم الحكيم. هم دول الاسمين، هم الاسمين والأفعال الإلهية كلها منسوبة إلى الله في كلام يعقوب، وكلها منسوبة إلى الله في كلام يوسف. إلا الشر منسوب لمين؟ للشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شوفوا سيدنا موسى، الواجب الوقت استعينوا بالله والنشد ربنا والله العظيم. موازين القوة عمالين نتكلم كتير على موازين القوة، بس لازم تكون مستحضرينها بتاعت ربنا. وجعلناكم أكثر نفيرا، أمددناكم بأموال وبنين. إن 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 الإمداد بالأموال والبنين عند ربنا سبحانه وتعالى. والله ممكن تبص تلاقي الدنيا جت فتحت، بدل ما أقول لك ما تعملوا لكم قناة، مش لاقيين، مش عارفين، مش لاقيين فلوس. ربنا يرحمنا ويرزقنا من فضله. لكن احنا المهم ان احنا نستحضر ان كل الامور دي من عند الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله. اولا استبشار بوعد الله عز وجل وشهود ملكه لله، دي لام الملكيه. يورثها هو الذي يورث من يشاء من مشيئه من عباده، يبقى تحقيق العبوديه، زي يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التمكين مرتبط بحاجتين، مرتبط بإيمان وعمل صالح، ومرتبط بمقدار ظلم يقع على العباد. إذا كان العمل الصالح قليل هتلاقي وربنا أراد التمكين يبقى الاستضعاف هيزيد. يوم الوصف الأساسي يبقى لهم أنهم مستضعفون، لأن ربنا يكره الظلم والجبروت والظالمين وينتقم منهم، ولو كان المظلوم ما يستحقش. ولذلك ربنا قال ذكر أول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن، ما قالش على الذين آمنوا، قال على الذين استضعفوا في الأرض. لأن الوصف الأساسي لبني إسرائيل في المرحلة دي ما كانش إن هم مؤمنين. هم مؤمنين في الجملة، لكن مش ده الوصف الأساسي. هم متعبين، تعبوا سيدنا موسى جامد جدا، لكن الوصف اللي هم استحقوا به التمكين إن هم مستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، كسر الجبارين، كسر المتكبرين، كسر الظلمة. ونري فرعون وهامان وجنوده ومنهم ما كانوا يحذرون. ولذلك بنقول عايزين نقلل فترة الاستضعاف، يبقى نكسر من الإيمان والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الصحابة ما توصفوش بالاستضعاف، توصفوا بأن هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتوصفوا بأن هم يعبدونني. قال لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد. فاحنا لو حققنا العبودية والتوحيد ولا نشرك بالله شيئا، يبقى بنختصر فترة الاستضعاف وبنختصر فترة الاضطهاد. عايزين نفضل على مجرد عناوين بلا مضمون، يبقى خلاص هتاخد بقى فترة. ولذلك بنقول واجب الوقت من عباده، والعاقبة للمتقين تقوى الله سبحانه وتعالى، في اللسان، في القلب، في اليد، في الرجل، في المال. تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ترجو الله عز وجل وتخافه، وتعمل بطاعته وتترك معصيته. والكلام ده محتاج ايه بقى؟ محتاج علم. عشان كده بقول الواجب الاول في هذه المرحله واجب علمي منهجي. علمي ومنهجي، المنهج عشان تعرف اولويات العمل، وعشان ما حدش ياخدك يمين وشمال بمجرد العاطفه وتعمل
غير واجب الوقت الذي يكون من عمل الشيطان وغواية وظلم وسعي أقصاه أن يكون مغفورا وضلال. وانت فاكر نفسك تعمل ايه؟ طاعة. عشان كده بقول القضايا المنهجية لابد من دراستها دراسة تفصيلية. احنا دلوقتي اقول لكم حاجة، الاخوة في سوريا بصوا لقى نفسهم من الدار للنار، من بيوتهم بصوا لقوا جهاد قائم وجهاد غصب عنهم، حيموتوا حيتقتلوا اذا ما دفعوش عن نفسهم. وبدأوا فعلا من واكثرهم على غير علم الا من رحم الله، وبصوا لقى نفسهم بلاد بأسرها بتقول لهم انتوا اللي حكمونا تصرفوا فيه، فضلنا خصوماتنا بالشر. شيء عجيب. اذا ما كانش في علم فقه الجهاد ده هتتعلمه انت؟ ممكن تبص لنفسك، ما هو الناس اتقال لهم ان انتوا بتجاهدوا في سبيل الله. ما انا عايز واحد يقول لي هو فين في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الجهاد ان اتلقى الطلقات بصدور عاريه؟ ان واحد جاي يضرب نار اقول له اضربني، فين في كتاب الله؟ وعشان يبقى شهيد عشان يموت. طب انت بتموت ليه؟ مش الواجب ان تموت لإلاء كلمة الله؟ طب احنا بنقول هذا سيترتب عليه ذلك، فين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا اطلع النساء في مواطن يغلب على الظن كشف العورات وانتهاك الحرمات بل والقتل، وانا عارف انهم ضعفاء ما يعرفوش يدفعوا عن نفسهم. انا ارضى لزوجتي ولا بنتي ان انا اطلعهم بهذا الاسلوب وافتخر واقول ده النساء سبقونا وانتم مش رجال. اما عجب والله العظيم، عجب انه يقال ذلك. هذا في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انا اتاجر بالعورات وعرض عورات المسلمين والمسلمات للخطر وحطهم تحت سلطان ظلم وفجر وفسق زي المنصورة يوم ما حصل وزهرة 90% من النساء، وبعدين قالوا لهم ده احنا داخلين الحتة بتاعت البلطجية والبلطجية واقفين مستنيين، قالوا لهم خشوا ونسأل الله العفو والعافية، ودخلوا واتقتلت 3 أخوات وتعور اللي تعور وكشف عورات من كشف. انا بتعجب والله، هو ده في شرع ربنا؟ ده انت شرع ربنا. عشان كده بقول لكم المسائل المنهجيه دي لازم تدرس. شرع ربنا بيامرك بان انت تحسب قوتك وقوه عدوك. هو ليه سيدنا موسى عد قتله للفرعوني؟ وده قتله وكان متمكن من قتله من عمل الشيطان. ليه عده من عمل الشيطان؟ لان المصادمه في هذا الوقت تؤدي الى استئصال. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بيعه العقبه وقد استاذنه الانصار ان يميلوا على اهل العقبه من المشركين بسيوفهم، فقال اني لم اومر بقتال، اني لم اومر بهذا. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم سكن في الغار وحوله المشركون والله معه؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وفي جنود من جنود الله موجودة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. كلمة الذين كفروا كأنه عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله سفلى. وكلمة الله هي العليا بدور هذا الدين، بس تمت من خلال ايه؟ من خلال معركة. وده اللي حصل. مش ان الرسول صلى الله عليه وسلم لقى ان ربنا معاه راح جاي يطالع يقاتل المشركين او يحدف عليهم طوب؟ وربنا ما شرعش كده، ما شرعش سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام والاحزاب مجتمعين ان حذيفه يقتل ابا سفيان. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسله لياتيه بخبر القوم قال لا تزعرهم عليه، ورأى حذيفة أبا سفيان يصلي ظهره إلى نار. والعداوة اللي موجودة خليته على طول يحط يده على الإيه؟ على السهم.
هيطلع السهم والقوس ويضرب، ولو ضربه لأصابه والدنيا ليل. واغتيال أبي سفيان، خبر هائل، زعيم المشركين. بس هيعمل ايه؟ هيهيجهم، مش ماشيين لما اخذوا بالطار. والمسلمين كانوا في اول معركة 3000، ويوم رحيل الاحزاب كانوا 300. الناس مش قادرة تستحمل. ده هو ده، بلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا، لدرجة ان القوم يبقى فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، 300 دول، وحذيفة وغيرهم من فضلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار. والرسول صلى الله عليه وسلم وقف يصلي، ثم يأتيه الوحي في إني حاجة حصلت، فيقول: قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ ولا يتحرك أحد، عشان ما فيش أمر. هم هينفذوا الأمر بس ما فيش أمر، يبقى ربنا يجعل أي حد يقوم. ما قاموش، سابهم صلى الله عليه وسلم، ويكرر ركعتين تانيين ويقول نفس الكلام: ولا يتحرك أحد. الأمر شديد. والمرة الثالثة فيقول: قم يا حذيفة. فلم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم موت، ولكن في نفس الوقت وفي جنود لله تفعل بهم ما تفعل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومع ذلك قتل أبي سفيان كان خطأ، صح ولا غلط؟ كان إذعارا. عشان كده تذكر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. فلم يخرج السهم ولم يضرب أبا سفيان. كل حاجة لها إيه وقتها. عشان كده بقول مسائل مهمة جدا لابد أن تدرس في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخص منها قضية القدرة والعجز وأنواع العجز: العجز الحسي والعجز المعنوي، وهو خوف الضرر، وما هي أنواع الضرر، ما هو الضرر المعتبر في النفس، والضرر المعتبر في الجاه، والضرر المعتبر في المال، وكذلك خوف امتناع المنتظر، متى يعد ضررا. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ الكلام ده بقوله عشان احط عناوين، عشان اقول لكم لازم تعلموها. يعني ايه خوف امتناع المنتظر غير فوات الحاصل؟ ايه خوف امتناع المنتظر يحصل في العلم وفي المال وفي النفس وفي الجاه؟ نظبطها ازاي؟ ايه هو المعتبر من ذلك وايه اللي مش معتبر؟ وايه اللي هو يسقط الجواز وايه اللي يسقط الوجوب؟ وفين كلمة حق عند سلطان جائر؟ وانت عمال تقول لنا ما تخليكوا ساكتين. فين ايه الجبن اللي بتعلمه للناس والخنوع ده؟ ما هو انت ما تعلمتش مش هتعرفها. وتعرف ان الثبات على المنهج هو ده كلمة الحق، وتقوم تقول الحق كاملا وما تتنازلش ولا تقول باطل، وان يكون ده هو هي دي الشجاعة. واما المواقف العملية فدي بتختلف من مرحلة استضعاف لمرحلة دفاع لمرحلة هجوم على حسب الاحوال. عشان كده بقول قضية القدرة والعجز والاستطاعة، وكذلك قضية المصلحة والمفسدة، وإيه هي المصالح المعتبرة وإيه المصالح غير المعتبرة، وإيه المفاسد وميزان المفاسد، وقضية الضرر المتعدي، وقضية حساب قوتنا وقوة العدو، ومتى يجوز الانصراف ومتى يجب الانصراف، ومتى يمكن يستحب أن ننصرف. هذه ثلاث أحوال في تقدير قوتنا وقوة العدو: في أحوال يجوز، وفي أحوال يستحب، وفي أحوال يجب أن ننصرف من المعركة. أنا مش هجاوبها دلوقتي، عشان أنتوا هتعملوا دورة هتدرسوا فيها الموضوع ده. وأنا عندي تدرسة تاني، علشان كل اللي ما حضروش المرة اللي فاتت، كم واحد حضرها المرة اللي فاتت؟ امتحنوا؟ كم واحد امتحن؟ مئة وخمسين؟ النجح 150. فاكرين الاجابات دي؟ طب حد من اللي حضر فاكر؟ انا عايز اجابه حاجه واحده بس: الفرق بين خوف امتناع المنتظر وفوات الحصر. حد من اللي حضروا يجاوبني. فتقوم ما تخافوش، انا عايز نحيي الجلسه بتجديد المعلومات. هو يسمعوا من النهارده عشان المراقبه.
لا مش هقولها. نعم يا شيخ، كلهم طلعوا بمادة في المسألة دي. ومتصور فوات الحاصل في العلم، سؤال سهل، متصور فوات الحاصل في العلم ولا فوات الحاصل في النفس وفي المال وفي العرض اللي هو الجاه، صح كده؟ غير متصور فوات الحاصل في العلم، لكن متصور عدم حصول المنتظر في العلم، خوف امتناع المنتظر. لكن هقول لكم حاجه من الاجزاء المهمه في موضوع فوات الحاصل في النفس واللي هو البدن: القتل اكراه، السجن اكراه، القيد اكراه، التعذيب اكراه، الضرب اكراه، الوعيد المحقق اكراه. والحاجات اللي هي تجوز في الاكراه هي اللي تسقط الواجب في الواجب. يعني احنا بنقول حاجة، ده اذا كان يجوز ان يفعل، ان ينطق الكفر ويفعل المحرم عند الاكراه، فاذا وجد هذا الامر بالاولى يسقط الواجب. يعني انا واجب علي اقول كلمة الحق، طب هقول لكم ثلاث درجات. درجة ان واحد يقول الكفر او المحرم، نمرة اثنين يسكت، نمرة ثلاثة قال الحق، مش كده؟ فإذا جاز أن يقول كلمة الكفر يبقى بالأولى يجوز أنه إيه؟ يسكت عنها وعن غيرها، مش كده؟ ولا هو لازم يقول كلمة الحق على أحوال؟ أمال كلمة حق عند السلطان الجاه دي في حالة إيه دي بقى دي؟ ده استحباب وفي ضرر متعلق به هو. هيقوم يقوله والناس هيحفظ دينها وهيعرفوا الحق، عشان كده هيستحب ان هو يقولها ولو قتل. لكن لو كان هيقوم يقولها والناس ما تعرفش الحق، يبقى يحفظ راس ماله وخليه يعلم الناس. بالظبط كده. الراهب ده كان بيعمل ايه؟ الراهب ده كان بيعلم الناس فين؟ لا، ده اللي يجي له يقول له. الغلام اللي جاله في الصومعه هو اللي بلغها له، وكانت سبب لنجاه الامه. ولما جه عند الحق فضل ثابت. لما بقى عرض عليه الكفر عشان تتهدد الدعوه دي، ارجع عن دينك، فابى، فاتي بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق راسي فشقه به حتى وقع شقاه. بس الغلام كان الموضوع اطول، لان هو ده سبب الدعوه وانتشارها. عشان كده هو استجاز ان يدل على ما فيه قتل نفسه. ابن تيميه بيقول استباح قتل نفسه ليصل الحق الى الناس. يبقى اذا القضيه مش قضيه ان انا اموت وخلاص يا اخوانا، والله العظيم القضيه دي خلل ضخم جدا. انا اموت عشان يعلو الحق، وعلو الحق مش لازم انتصاره على الارض. علو الحق اهم حاجه فيه انتصاره في القلوب، والناس تؤمن بالله حتى لو ماتت. يعني يعيشوا كفار ولا يموتوا مؤمنين؟ يموتوا مؤمنين. طب لو قدرنا ان هم يعيشوا مؤمنين وما يعملوش بعض الواجبات اللي هتبقى واجبه لو كانوا قادرين، ولو مش قادرين ما تبقاش واجبه، يبقى خليهم يعيشوا مؤمنين بدل ما يموتوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. هي دي سوره ايه؟ هي سوره النور، سوره مكيه ولا مدنيه؟ مدنيه اتفاقا. احكام فيها مش كده؟ مدنيه. تخيلوا ان في مجتمع المدينه دوله الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الحاكم، وكان في هذا الوقت منافقين بيكرهوا مسلمات فتيات على البغاء، وتنزل الايه. تخيلوا ان البنات دول مش قادرين يروحوا يشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، والوحي ينزل بوجودهم، ومعالجة القضية بإن إيه؟ بإن هم ما لهمش ذنب. هن ومن يكرهن فإن الله من بعد يكرهن غفور رحيم. عبد الله بن أبي بن سلول كانت له أمتان يكرههما على البغاء بالضرب والتعذيب بعد إذا ما راحتش جاب فلوس، والعياذ بالله، بالبغاء، لأن البغاء زنا بأجرة.
الشيخ عايز يزود حتة في الحتة دي. ده إكراه على فكرة، إكراه غير ملجئ، لأن هو مش متغتصب. ده بيتكلم على البغاء. البغاء معناه إيه؟ الزنا بأجرة. هو هيجيب حد يغتصبها؟ لا، ده بيقول لها روحي جيبي، وإذا ما جبتيش فلوس هتتضربي وترجع تتضرب وتتعذب، ودي المرة الجاية، عشان المرة الجاية تروح عشان غصب عنها. والنوع ونزلت الآية في الإكراه غير الملجئ، وبالتالي يبقى في الملجئ أشد، اللي هي واحدة تقول لك هقتل نفسي عشان اغتصبت. اللهم انتوا قريتوش الآية ولا إيه؟ ربنا أرحم بعبادي من ذلك. ده لو هي اغتصبت تقتل نفسها ليه؟ مش بقول للناس خلاص روحوا بقى اغتصبوا، والنساء يبقوا ما تدافعش عن نفسها، ولا الرجال يدافعوا عن أهاليهم، لا قطعا. احنا بنتكلم على حالة إكراه، عشان كده تقولوا لي شروط الإكراه المعتبر. ضوابطه إيه؟ وايه الاكراه؟ السجن ينفع اكراه على ايه وما ينفعش اكراه على ايه؟ السجن ينفع اكراه على الزنا؟ لا. ليه؟ انا هتسجن يا تزني يا تسجن. لا، مش اغتصاب. هو اللي هيزني بواحده عايز يزني بيها. السجن احب الي مما تدعونني، والا تصرف عني كدون اصبو الينا واكن من الجاهل. يعني اللي يسبو اليهن في هذا الاعتبار يكون من الايه؟ من الجاهلين. عشان كده اجمع العلماء على انه لا يصح الاكراه على الزنا بالسجن ولو سنوات، لكن يصح الاكراه عليه بالضرب الشديد والتعذيب والتهديد بالقتل. مع ان في خلاف ولا فيش خلاف؟ في خلاف، وفي حق الرجل وخلاف المراه. يعني في اختلاف في حق الرجل وفي اختلاف، وبالنسبة للمرأة في بعض الرواية يقولوا الإكراه الملجئ بس هو المعتبر، لكن الآية نزلت في غير الملجئ. وعشان كده بنقول الأحكام دي أحكام إحنا محتاجينها. وزي ما قلت لكم في مسألة الانصراف عن العدو، إمتى يبقى فرار من الزحف جبن محرم وكبيرة من الكبائر؟ لما تكون إن إحنا على النصف من قوة العدو ونقدر نقاوم، يبقى حرام إن أنا انصرف. أما لو أنا أقل من نصف العدو، العدد معتبر مع تقارب الصفات. طب ولو الصفات اللي هي بقى آلة الحرب، على سبيل المثال انت معاك طيارة، ده ناس بيقعدوا يضحكوا يقول لك بيضربوا الطيارة بالمدفع بالرشاش، يضحكوا العسكريين بيضحكوا يقول لك انت هتعمل ايه؟ انت مدفع رشاش وقع طيارة، بيضحكوا من هذا الامر ويقول لك ده. لكن واحد تاني في يوم من الايام قال لا، احنا نرمي التراب على الدبابة اتحرق باذن الله. قلت له اذا حصلت كده فدي كرامه، لكن ما ينفعش ان انت تتعامل بها. انت ممكن تتعامل بها لما انت بتقاتل ولقيت الذخيره خلصت ومتحصر من كل مكان، لكن لو انت عارف ان الدبابه جايه وانت ما معكش ذخيره، معاك رمح ومعاك نبله ومعاك طوب، ما تقوليش انا همسك التراب واواجه الدباب، انت هتتقتل. تعمل ايه ساعتها؟ انصرف وروح في حته بعيده ورا الجبل، وشوف حاجه تضرب بيها الدبابه، ولو لقيت السلاح اللي معاك ما يخترقش الدبابه روح اشتري سلاح، ما تعرفش روح روح. واجب الانصراف، لان اقول لك انا باجماع المعاصرين ان لو في 10 معاهم سيوف ورماح ونبل وطوب ما يقفوش قصاد ايه؟ دبابه، صح كده؟ ولا واحد معاه مدفع رشاش وقف بعيد. لو هم قربوا ممكن في سلاح ابيض يبقى فيه، في احتمال. ادي مراعاه للقوه. وفي حال اذا علمنا ان مقتولون بجاوب اهو من غير احداث نكايه وجب الانصراف، واذا علمنا اننا مقتولون مع احداث نكايه استحب الانصراف وجاز القتال. واذا كان هناك ان هو على النصف من قوه العدو، اقل من نصف العدو ومش لازم هيقتل، ده ممكن يبقى فيه معركه وكده، جاز الانصراف. يجوز ليه؟ علشان هو الامر ده حفظ راس المال مقدم. انا هتقتل بس هعمل نكاح في العدو، يستحب ان انا احافظ على راس مالي. طب انا مش عارف هتقتل ولا مش هتقتل، يجوز ان انصرف، يجوز ان انا اكمل. الحديبيه دي اساسا كانت كده فعلا. الحديبية كان في احتمال للقتال، والا لو كان القتال مش محتمل في الحديبية ما كانش الرسول خد بيعة الرضوان، ومع ذلك لاجل المصلحة الراجحة عمل الصلح.
السياسة الشرعية موجودة في السيرة، والحاجات دي مشروحة على فكرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تم اللحيق المختوم والشرح بتاعه مسجلة في الحاجات دي، ومشروحة في فقه الجهاد، ومشروحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناهج التغيير وأولويات العمل في مناهج التغيير. كل القضايا دي لازم تدرسوها. وبقول ما انا قلت علمي ومنهجي، ده المنهجي، عشان قضايا الدعوة دي مهمة جدا، لان احنا متعرضين لخطر كبير جدا، وفي ناس بياخدوا الناس يمين وشمال، يخبطوهم هنا توجعهم، ويخبطوهم ناحية التانية توجعهم، ويتعوروا هنا ويتعوروا هنا شرقا وغربا، وهو بيتضرب هنا يشتمنا، وهو بيتضرب الناحية التانية يشتمنا برضه. ما هو الجهل هو اقول لك انت السبب، وكأن البشر هم اللي بيحددوا الحساب بيكون ازاي. يقول لك في رقبتك، في رقبتي منين يا عم؟ انت هو في رقبتي بالكلام بتاعك انت؟ هو الامر ده مبني على كلامك انت؟ هو مين ملك يوم الدين؟ الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عنه احكام الامر ده، من انكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. اما ان انا لا عملت ولا امرت ولا تسببت ولا رضيت وتقول لي في رقبتك، ده انا قلت لك ما تعملش يا اخي، ده انا قلت لك اللي انت بتعمله ده هو اللي هيؤدي الى السقوط، هيؤدي الى سفك الدماء بلا فائده ومفيش فائده، وتحمل لنا المسؤوليه من اين؟ باي طريقه كانت. انا واحد في الشارع ماشي، واحد قتل واحد، تقول لي في رقبتك؟ وقلت له ما تمشيش من هنا، ده هنا بيحدفوا طوب ويضربوا نار، تقوم تقول لي لا انت خذلتني، وانا كنت اقدر انصرك في معركه غير متوازنه، فضلا ان انت كنت على الحق صرفا، ده انت في دخل يعلمه الله عز وجل في انحراف منهجي وانحراف عقدي وانحراف في طريقه الخطاب والدعوه وانحراف في السلوك، حاجات كتيره جدا تلزمني بان انا اقع معاك في حفره، والا بخذلتك. تظلم لما تقول الكلام ده، ده ظلم. فبقول لكم يا اخواننا، اما العلمي بقى، انا قصدي بيه العلمي المنهجي العلمي اللي هو المستمر. يعني العلم احنا بنقول كتاب وسنه واجماع وقياس، مش كده؟ بنقول العلم ده عباره عن لابد تعلم علم التوحيد والعقيده والايمان، ولابد تعلم الفقه والاحكام في العباده والمعامله، ولابد تعلم التهذيب واصلاح السلوك القلبي، ولابد ان تتعلم الخلق الحسن مع الناس، الخلق يتعلم. ما هو اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ده مش حديث في الاخلاق. من حد ما كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، مش كلام النبي عليه الصلاه والسلام ده. ما انت لما تحدث الناس بالباطل وانت تكذب وتظن نفسك صادقا، ما انت كذاب. كفى بالمرء كذبا، عشان واحد قال لك حاجه، وربنا قال وان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولغايه دلوقتي ما ندموش، بل ما زالت التهمه موجوده بالباطل بالظن بالشم، صح؟ بالشم. يقول لك انا شام ريح حزب النور في البيان ده، مصدر من مصادر التثبت الشم في هذا الزمان العجيب. لا، وغيره يطلع يؤكد، ده ياسر برهامي اللي كتبه، كتبته في العمره هناك وبعته بالفاكس الظاهر للقوات المسلحه عشان تنزله. يا للكذب، يا للكذب والزور والبهتان، دي خلق سلوكيات اخلاق في التعامل مع الناس. في حاجات تتعلم، الحاجات دي بتتعلم، عشان كده بقول لك لازم يكون لك نصيب من دراسه التهذيب. التهذيب ده حاله قلبيه وخلق وسلوك في معاملة الناس. اتق الله حيثما كنت، واتبع السنة الحسنة تموها، وخالق الناس بخلق حسن. ازاي تتكلم وازاي تتعامل مع الناس؟ عشان كده بقول، ولابد تتعلم السيرة، لان من خلال السيرة هنتعلم الاحكام، وخصوصا ما يتعلق بالسياسة الشرعية، ونقوم نعرف كيف توزن الامور. نسأل الله التوفيق والسلام. والجهل من اعظم اسباب الانحراف، وأن يوسد الأمر إلى غير أهله من أعظم أسباب الانحراف.
ولذلك بنقول يا اخواننا الموضوعات دي انت الناس بتاخدها احيانا من خطبه حماسيه دون دراسه دون علم، من واحد بيسخر الناس جالب. انتوا عارفين ان العقبه الاساسيه التي منعت من، وهم مقدمين وعارفين ان في خطر هائل قبل فض رابعه، الحاجه الاساسيه ان الناس خلاص مستحيل تمشي. قلنا لهم يا اخوانا والله العظيم موضوع خطر. حاضر. فبنقول ان هو قالوا الناس مش هيسمعوا كلامنا، لان الناس خلاص انت عودتهم انك تسمع الخطبه الحماسيه وخلاص، وانك انت عمال تسخن الناس الى درجه يستحيل معها ان تستجيب لمن يقول لهم ان في احتمال اجتهاد في المساله. ده وصلت للحال بالناس ان يقول قائلهم من يشك في عوده الدكتور مرسي كمن يشك في الله. الخلل ده حصل من ايه؟ والله الراجل كان عندي في رمضان بيقول لي احنا لا مقتنعين بان مرسي مش خلاص اصبح مش ممكن، بس عايزين نشوف حاجه كريمه. قعدنا نتكلم عن الحاجه الكريمه دي، الراجل راح هناك رجع يقول لي الكل موقن بعوده الدكتور مرسي والدستور ومجلس الشورى وانكسار الانقلاب. ايه اللي حصل؟ العاطفه عشان كده بقول عايز علم. علم ودراسه للقضايا المنهجيه، واجب الوقت. واجب الوقت العباده والذكر، عباده قال النبي صلى الله عليه وسلم عباده في الهرج كهجره اليه. ودعوه الى الله. والدعوه الى الله عز وجل ابوابها مفتوحه. واوعوا حد يوقفكم عنها. وهيحصل اذى. وهيحصل ان انت قد تتعرض لمخاطر، وباذن الله تتجاوز الاذى والمخاطر، وباذن الله تستمروا في الدعوه وتوصلوا كلمه الحق للناس كلها، لان الدعوه الى الله محتاجه جدا لجهد كل واحد. نعوض خسائر المرحله السابقه، لان الدعوه تاخرت كتير والمشروع الاسلامي اتاخر كتير، والناس خدت فكره غير جيده. شهرين من الخطاب السيء هد عمل سنوات. نرجع نبنيه تاني ولا نيأس بإذن الله بالعمل وبالخلق، لأن الدعوة إلى الله بالخلق من أهم الواجبات. بالبسمة، بالكلمة الطيبة، بإن أنت تسلم على الناس. لأن الرسول قال أولا أدلوا لن والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. جربوا كده وأنتوا داخلين على الكمين وقال لك افتح العربيه فتش. احنا غرباء هنا في بلدنا ولا ايه؟ يقول له طب هي ديتها رصاصه. طب جرب بدل الكلمه دي انك تقول له السلام عليكم، اتفضل افتح، جزاك الله خيرا على انك متأدي واجبك، وشوف رد الفعل وتبسم في وشه. وانا متاكد ان رد الفعل هيختلف، انك هتكسب هذا الشخص وتخليه محب للهيئه دي بدل ما يبقى كاره لها بسبب الكاريكاتير اللي منشور في كل الصحف النهارده، وكل واحد عايزين يقول متدين يرسموه بايه؟ براس قرعه وايه؟ ودقن قد كده عشان يشوه الصوره ويرسم جنبه كلب. حاجات وحشه. ومع ذلك باذن الله تبارك وتعالى بالسلوك الطيب وبالدعوه الى الله وبالصبر وبالالتفاف حول الكيان، وده واجب من الواجبات، ان احنا اتعلمنا في المرحله دي بفضل الله عز وجل ان الدعوه سبب للعصمه. دعوه على المنهج الحق، دعوه السلفيه، وان كيانها ده بفضل الله وقى الله به مئات الالوف من الشباب ان لم يكن اكثر من ان يكون وقودا لفتنه تضر ولا تنفع. فلابد ان احنا نكون ثقه الحقيقي بتكاتفنا وبالتزامنا وبعملنا مع بعضنا. مش كل واحد ما يعجبوش حاجة وهو مش عارف سببها، ومش عارف ومش معقولة كل حاجة هقول لك تفاصيل على المنبر في كل المعلومات. ده أمر له عاقل وله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن كل واحد يعرف كل حاجة تضر ولا تنفع، لكن أنت يكون في ثقة في إن القيادة دي ما خدتش القرار إلا بعد دراسة وبعد تشاور وأمرهم شورى بينهم. وإن إحنا بقى لنا 35 سنة على الوضع ده، أمرهم شورى بينهم، وإن قرارنا شورى مش فرد زي ما بيكذبوا يكذب الكذابون يقولوا
ده هو الشيخ ياسر اللي بيخلص الامور. يا للكذب كذب. والشيخ شريف شاهد على كم من القرارات ما بتعجبنيش وغصب عني بتطلع اخر جلسه، وتبقى انا والله العظيم ما شايفها ضرر والله، وخلاص بيمشي الكلام اللي اخوه على الأرض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر على الكافرين والمنافقين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة اليك في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغث مصر والشام واهلهما بفرج من عندك يا رب العالمين. اغث اهل كشمير وبورما والقوقاز وفلسطين والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اغثهم برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكفر والنفاق، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، اليك اواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد السنتنا، واسلب سخائم صدورنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم أظهر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والكفر والفقر والشرك والشك والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق، ونعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. اللهم إنا نعوذ بك من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.